قصة الشاب الضحية. بقديم الزمان كان بي ملك، والملك هذا يحب حاله كثير ويخاف على حاله أو على صحته، وما عنده غير بنية وحدة تجوز أكثر من مرة تا يصير له ولاد وما صار له، ولام حوله ومجموعة من الأطباء. إذا قح الملك يصيح للخدم ويقولهم بالعجل جيبوا الطبيب تشوف شبيه. وبيوم من الأيام مرض الملك، والتموا حوله الأطباء أو قال لهم شنو مرضي ما عرفتوا؟ قالوا له عرفنا مرضك، مرضك بالكبد لكن ما له علاج. قام الملك قال لهم يا تلاقوا لي علاج يا أذبحكم كلياتكم قبل ما موت. قالوا له الأطباء علاجك الوحيد أنه نجيب لك كبد يكون سليم وما بأمراض، لازم تشوف واحد يتبرع لك بكبد ويضحي بحياته ويكون شاب بأول عمره. قام الملك جمع الوزراء أو قال لهم نادوا بالمدينة منو يتبرع لي بكبد. قاموا الوزراء يدحجون على بعضهم منو يريد يقدم حياته وياخذ مقابلها طلبات، ايش تنفع الطلبات وهدايا الملك بعد ما يموت. قاموا ينادون بالمدينة منو يتبرع للملك بكبد، او ظلوا يستنون يوم يومين ثلاث ما حدا جاء. قام الملك جمع الوزراء النوب او قال لهم روحوا على العائلات الفقيرة وشوفوا الاباء والامهات وغروهم بالمال بلشي ينطونكم واحد من اولادهم. ورحم الوزراء يدورون ولقوا عائلة الفقر ناخرهم نخر ما يقدرون على حق الخبز. وافقت العائلة انه تنطي واحد من اولادها. الرجل عنده كثير من الولاد وقال يا مره الله منطينا ولاد كثير تنضحي بواحد منهم. قام الرجل جمع ولاده او قال لهم اني ابوكم او هذه امكم او لنا حقوق عليكم، منو منكم يصير ضحية امشان نعيش بهنا وبسعادة او نخلص من الفقر. أولاد الرجل بي منهم صغار بالعمر وبي منهم اثنين شباب. الشباب قاموا يدحجون على بعضهم والخوف سيطر عليهم. قام الرجل قال ما زال ما حدا منكم يختار، راح نسوي قرعة. قام وسوى قرعة للشباب الاثنين اللي عنده، واحد منهم وقعت عليه أو قال له أنت يا ابني راح تكون الضحية، أريد منك تسامحنا والسامح أخوانك. الشاب احتار أو ما عاد يعرف شي يريد يسوي، وين يريد يروح يدحج؟ أبو قباله وأمه وأخوانه أو على الباب واقف الوزير أو معاه الحراس ما يقدر ينهزم. طلع الرجل على الوزير أو قال له واحد من ولادي جاهز أمشان تأخذون، لكن أريد تجيبون المال اللي وعدتونا به قبل ما تأخذون ابني. الوزير قال له المال حاضر والبيت حاضر، تطلعون من البيت هذا الملك أهداكم بيت كبير وبي حديقة وبي خيرات، والمال اللي انطاكم إياه الملك تعيشون بي أغنياء طول المدى، إيش ما تصرفون من الأموال ما تخلص. فرح الرجل ومرته والعيلة كلها فرحت، لكن الشاب يدحج على أهله فرحانين أو هو الدمعة محروجة بعينه تريد تنزل أو يجبرها ويقولها لا تنزلين. مش الشاب مع الوزير والحراس وهلو لمم الأغراض تلزمهم أو ظلوا معاهم من الحراس، خذوهم على البيت الجديد اللي انطاهم إياه الملك وفرحانين ولا كأنه ابنهم ريح على الهلاك. وبالطريق الشاب ماشي أو حوالي الحراس والوزير يمشي قدامهم، صار قبالهم شايب كبير بالعمر يمشي على عكازه. تعثر الشايب ووقع على القاع وقام يهم بحاله تا يقوم ما يقدر. ركض عليه الشاب، لو منه ركض الحراس ركضوا وراه أي حسبونه يريد ينهزم. والوزير صاح عليهم قال جيبوه لا تخلونه ينهزم. الشاب
وصل عالشايب المجذوع عالقاع، أو حضنوا أو شالوا ووقفوا على رجليه، وقام يطب هدومه من التراب، وقضب العكاز بيده وانطاهل الشايب، والحراس أقضبوا مشاب. دحج عليهم الشايب قال لهم شو تريدون منه أو وين ماخذينه؟ رد عليه واحد من الحراس أو قالوا هذا الشاب اللي بده يضحي بحاله مشان علاج الملك. الشاب الضحية دحج الشايب عالشاب أو قرب عليه، انزلت الدمعة من عين الشاب أتشان حابسها بعينه، مسح الشايب الدمعة أو حطها على لسانه وقال إيش كثر مسحت دمعتي بيدي ولحستها، أو دمعت زوجتي أو دمعت ولادي أو دمعت إخواني لو من كانوا مصغار، أو هذا العادة بيا من كان صغير، كل هالعمر ما أمر علي مثل هالدمعة هذه وطعمتها، أو كأنك منت رايح أبرضاك أو ماخذينك بالغصب. قام الشاب نزل راسه على القاع قالوا الشايب ارفع راسك أو حط عينك بعين الله، دحج على السماء أو شوف إش قد وسيعة، واسحبه والحراس الشاب وخذوه وهو يحترف وراه ويدحج على الشايب أو كلمة الشايب بذنه ارفع راسك أو حط عينك بعين الله أو دحج على السماء إش قد وسيعة. الشاب رفع راسه أو قام يدحج على السماء وما نزل راسه لو من ما وصلوا قصر الملك، وفاتوا على القصر ووقفوا بساحة القصر. الوزير قال لهم ظلوا هين تا أروح أخبر الملك، وراح يركض على الملك أمشان يخبروا أنه جاب له الشاب الضحية. فات الوزير على الملك وقال له، وفرح الملك وسألوا أهله موافقين؟ قالوا إيه أهله موافقين، وفرحوا وراحوا على البيت الجديد. وقال له الملك الشاب موافق؟ قالوا إيه يا مولاي الشاب موافق. أو قال أني أفدي روحي للملك. قام الملك قال أبعثوا لي على قاضي المدينة أو على مفتي المدينة. أو جابوا القاضي والمفتي ووقفوا مقبال الملك. سأل الملك القاضي قالوا يا قاضي المدينة أني مرضان، والأطباء قالوا لي علاجك يكون كبد سليم من شاب، لكن لازم هذا الشاب يقدم حاله ضحية لك. أو لقينا الشاب وجانا وراضي ويقول أقدم روحي للملك، وهل وراضين ويقولون ابننا فداء لعيون الملك، شو تقول أنت يا قاضي المدينة؟ القاضي دحج على الملك قال له يا مولاي ما زال الشاب راضي وما زال أهل الشاب راضين، وانت حاكم هذه الرعية ولك حقوق عليهم، أني من عندي إذا كان هو موافق وهل موافقين، والموضوع كله مشان شفاء المرض. فجوابي يا مولاي سوي اللي تشوفه مناسب. والقاضي واقف قبال الملك ودينه يرجفن من الخوف. قام الملك سأل المفتي قالوا شو تقول يا مفتينا؟ رد عليه المفتي وقال يا ملكنا العزيز أنت الملك أو حاكم هاي المدينة، وإحنا ننطيك الرأي أو تسمع رأينا. القاضي قال اللي عنده أو قال الشيء اللي يقدر يقوله، لكن أنا أقول لك حط عينك بعين الله أو دحج على السماء فوق وشوف وش قد وسيعة وابتسم الحكم الله وقدره. قام الملك قال للخدم حطوا لي الكرسي تا أقعد على شباك القصر. لو من جابوا الملك أو قعد على شباك القصر ودحج أو شاف الشاب جاثي على ركبه ومدنجر راسه على القاع، والجلاد واقف فوقه أو رافع السيف، والأطباء حوله أو بيدهم أدوات التشريح. والملك يدحج رفع الشاب راسه أو دحج على الجلاد أو شاف السيف يلمع بيده، قام احترف على الجهة الثانية القبال الملك ورفع راسه ودحج على السماء وابتسم وقال رضي بحكمك يا رب العالمين، واني سلمت أمري لك. لو من الملك شاف الشاب رفع راسه على السماء وتبسم، رفع الملك راسه لفوق على السماء
أو شاف السماء أشقد وسيعة والرسمت بين عيونه. ضحكت الشاب وبسمته، احترف الملك أو صاح على الجلاد أو قال له وقف لا تسوون شي، جيبوا الشاب هذا لعندي على القصر. قامم وجابوا الشاب وطالعوه على القصر على الملك، ووقف قبال الملك، دحج عليه الملك، شاف وجهه الشعب النور، والجلاد واقف والأطباء واقفين والقاضي واقف والمفتي واقف والوزراء. سألوا الملك لو منك دحجت على السماء تبسمت ليش؟ رد الشاب عليه وقال يا مولاي، أبويا وأمي مشان المال ومشان طمع الدنيا ما رحموني وفرطوا بيا أو سووني ضحية، وانت مشان الطيب من مرضك بدك تسبب بقتل شخص آخر وما رحمته، والجلاد ما غمض عيون الضحية مشان يرحمها من شوفت السيف، والقاضي ما قال لك حرام إيش ما كانت الأسباب ذبح هذا الشاب حرام، يمكن لأنه خايف منك القاضي. ده حجيش على المفتي، والشاب يعرف المفتي، المفتي تبسم عرف أنه المفتي ما أنطى عليه من نظرة عيونه، قال أنا رفعت راسي على السماء ودحجت، ما لي ملجأ غير أنه أرفع راسي لفوق ودحج على السماء الوسيعة، ما لي غير ربي سبحانه وتعالى واني راضي بحكمه وقضاؤه. تأثر الملك من كلام الشاب ودينه مربطات، قال فكوا دينه أو قعد الملك ويدحج عليه، يا ربي سامحني شلون كنت بدي أرتكب هالذنب الكبير وأكون سبب بذبح هالشاب المسكين. قام الملك صاح للحراس قال لهم تروحون على أهله تأخذون منهم المال اللي انطيته وتراجعونهم على بيتهم القديم. أو صاح للمفتي أو قال له تعال، الشاب هذا راح أجوزه من بنتي واليوم راح يكون عقد زواجه عليها. وصاح للوزراء أو قال لهم هالشاب هذا راح يكون زوج بنتي، أو كلامه مثل السيف لو من يحكي كأنه آني حكيت. الشاب قاعد ويسمع ومو مصدق السوالف قاعد يسمعها، وتم الأمر أو تجوز بنت الملك. ومر أيام أو ليالي والملك طاب من مرضه ورجعت عليه عافيته، أو صار الشاب الذراع اليمين للملك، أو كل أهل المدينة قاموا تتحبوا بعد ما سمعوا قصته. وبيوم من الأيام راح الشاب ووقف قبال بيت أهله أو دحج على حالتهم أو شافها أسوأ من الماضي، خجل يقف قدام أبوه وهو بالهدوم النظيفة والزينة أو حوالي الحراس، أو رجع على سوق المدينة أو قام يشتري لهم من أحسن الملابس أو بعثهن مع الحراس، أو قال للحراس يجيبونهم على المكان الفلاني، المكان اللي اشترى لهم بيت أحسن من البيت اللي انطاه مياه الملك. أو جمع هلو يمشون مع الحراس ولو من فاتوا على البيت ولقوه واقفوا يستناهم، ركضت عليه أمه وركض عليه أبوه وركضوا عليه إخوانه، وقاموا يحبحبون به وكيف على ملاقاهم. أبوه قال له سامحني يا ابني، قال له له يا يابا أنت سامحني إذا طولت بجي عليك، أنا دور رضا الله ورضا الله من رضا الوالدين، ما أريد غير رضاك علي. وأمه قالت له نفس الكلام أو قال لها يا يمه ما أريد غير رضاك علي. وعاش هذاك الشاب مع أهله، وهلو صاروا من الأثرياء والأغنياء بالمدينة، وظل فترة من الزمن طويلة لو من ما مات الملك واستلم هو الحكم أو صار ملك على المدينة. وهذه هي وبيها عبرة كبيرة. ولكم تحيات أخوكم موسى المردود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.